ازيكم اصدقائي، عاملين ايه؟ النهارده هنلعب جيم، وانا اسف على التاخير اللي انا نزلت فيديوهات، عشان والله المذاكره، وعشان خلاص والله عندي ساينس، عندي حاجات، فانا اسف. فبندخل اول ثانيه بس اوقف فيديو لغايه ما ندخل ونيجي تاني. دخلنا، انا اسف بس اعتذر جدا جدا على الصوت اللي كان جنبي، اسف لو انتوا سامعينه. اسف لو انتوا مش سامعينه يبقى كويس والله. دلوقتي هنشرح الاحداث. وانا ذات نفسي مش مصدق. هنا اول حدث هنشرحه هو حدث ده. هو مفيش حاجة تشرح وتقول لي طبعا الحاجات دي خايسة، بس دوت والله حاجات تشرح في كتير، انت تصدقوني. اوت هنا الاسطول بجد، انا بجد ولا يفرق معايا كل دور، بصوا كله في وانا مش عايز، انا عايز بس ده بطاقه التغيير واحده. انا والله بجد غير، عايز اغير اسمي، وبعد اجيب معاه البنطلون الزهري والعضلات الريتش، يبقى والله قدام. وطبعا الحدث اللي انت تشحن الجواهر وهجيب التلجة ديت، شايفين التلجة ديت بالذات اللي معاهم ساكورا بيبقوا حاطين التلجة ديت، انا مش عارف ليه. دوت اول حدث شرحناه. تاني حدث انا مش راضي يفتح عندي، انا مش عارف ليه مجمع 10 من البتاع. انا الحدث مهنج بايظ، مش راضي يفتح نهائي، سيرفر ايرور. ومع اني كنت اول امبارح كنت بلعب وكان بيفتح وكله. وده الحدث دوت انا لفيت عليه، طبعا طلع لي ايه؟ طلع لي دوت. ثانية هوريكم. طبعا ما لفتش بكل الجواهر دي، لفيت ب12 بس عشان كان اخر 12. وبعديها بفتح الجوايز، طلع لي الشنطة ديت. انا مش عارف لازمتها ايه، بس عادي. وبس ديت اللي كانت طلعت لي. جدعان انا بصوا اقول لكم حاجه، كل الناس بتقول ان رأس الضحكه ديت للتكبر. اولا رأس الضحكه ديت مش للتكبر ولا حاجه، رأس الضحكه ديت رقصه زي اي رقصه. فانا يعني عايزه اقول لكم حاجه، اللي مفيش حاجه اسمها التكبر. وانت لما بتتكبر ممكن الولد يقوم طالع لابسك بساكوره، وانت تقعد تقول اقبلني اقبلني، وانت كنت قاعد بتشتمه من شويه. فيعني التكبر انا ما انصحكوش بيه. ماشي، ديت السكنات دوجانوف اكس ميت السريع، ودوت ده دوت ده الأم ديت قدام
الأم دي قدام براذر، بجد لما بهزر فعلا ديت معيش غير اللون ديت بس، وديت مفيش التنين، وديت الجلولات. انا هحط الجلو دي بس السكينة. انا هقعد في ملعب جيم كلاش سكواد وارجع لكم تاني. هو دخلنا اصدقائي بس انا بقى مش هتكلم، وهسيبكم على الفيديو.